السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حياكم، شلونكم؟ طيبين؟ عندي اليوم شرح بسيط عن تغيير الإبرة الداخلية للدبة وكيف طريقتها. وأكثر الناس إذا صار عنده تهريب يا يروح يشتري دبة جديدة أو يحطها عند محل وتخسر، ترى الشغلة بسيطة جدا. راح أشرح لكم ولعلكم تستفيدون بإذن الله. طبعا الدبة هذه سليمة ما فيها أي مشاكل، بس راح أشرح لكم ومفضيها أنا أمس بالليل. اللي تحتاجه مفتاح 10، مفك صغير، زرادية طويلة، المفك هذا الصغير، طبعا قطعها متوفرة، هذه هي البلف الداخلي، سعرها 10 ريال، وكل تركب على كل الدوافير، يعني الأحجام كلها كبير ولا صغير، إذا صار نفس الشكل هذا سنة، يعني حجم الدوافير واحد وسعرها 10 ريال. الدوافير القديمة اللي هي البريم والسلمة ما أعلم عنها هل هي تركب عليها أو لا، لكن الجديد اللي في السوق حاليا كلها مسمارها واحد. ولا طبعا لازم يكون الحين في مكان مفتوح، مو في غرفه ولا شيء، يفضل بعد انك في البر عشان تفضل راسك. تيجي تقوم بفتح البلف هذا بالشكل هذا الين يطلع منه الغاز، طبعا فاضيه هذه، خله يطلع منه الغاز الين يخلص مره، ما عاد في شيء، اوكي تمام. الان بعد ما يوقف التنسيم من البلف يعني يدل ان الدبه انتهت خلاص، ما عاد فيها شيء ابد. تبغى تفتح للتاكد افتح على شوي شوي وان شاء الله انا خلصت. نجيب المفك هذا اللي هو الصغير ونجي من هنا، بسم الله، زي ما انتم شايفين تحطه مع اي زاوية، خلنا نقرب شوي، تحطه مع اي زاوية، يسار يمين، انا اخترت الصغير هذا عشان يدخل ثم تنزق، بسم الله كذا نكون فتحنا بالشكل هذا. كل ما له يرتفع خلاص، الان انفك معك. طيب وشلون تبي تطلع؟ يمكن يدك ما تدخل ولا شيء، تجيب هذه الزرادية سخيفة، تسوي بالكذا الشكل هذا. هذا الآن طلعته. إذا صار عندك مشكلة وتهريب تبي تكون الجلب هذه خربانة، طبعا في سست هذا، لأن في سستة داخلية، وتسوي بالطريقة هذه. الآن طلعت معك السستة، انتهيت الآن خلاص. تجيب القطع هذه اللي هي نفس الموجودة اللي فكيناها وتطبقها خطوة خطوة. أبطبق الآن معكم التركيب. نجيب السستة أول شيء، هذه نحطها جت في مكانها. نجيب اللي هو هذا الآن، شو خلكم معي دقيقة، نطلع هذا الحالة لأنه بيجيك مفككه، أهم شيء تأكدوا من الجلبة الربلة، نحطه بالشكل كذا. اللي قاعد أصور الآن ركب، أوكي؟ نجيب اللي هو هذا الأخير ونحطه بالشكل هذا. الآن ركب، خلاص. عفواً، خلاص الآن نزرع. هذا بلفك الجديد، الإبرة الجديدة ركبتها. انتهى الموضوع. زي ما أنتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله. انتهينا. هالشكل نكون بدلنا الإبرة. طبعا جيب في النهاية صابون فيري وحط عليها عشان تأكد بعد ما تعبيها، وسكر اللي هو البلف خلاص، رح بدبتك وموفق إن شاء الله.